السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، رمضانكم مبارك وكل عام وأنتم بخير. أهلا بكم في أولى حلقات البرنامج الرمضاني للصم إرشادات عن أبي رقية تميم بن أوس الداري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الدين النصيحة. قلنا لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. رواه مسلم. النصيحة خصلة حميدة أرشدنا نبينا صلى الله عليه وسلم إليها، بل جعل الدين هو النصيحة. المسلم شخص إيجابي يحب الخير لغيره كما يحبه لنفسه، والنصيحة ليست فقط من الدين، بل هي وظيفة الرسل عليهم الصلاة والسلام، فإنهم قد بعثوا لينذروا قومهم من عذاب الله وليدعوهم إلى عبادة الله وحده وطاعته. وقد حدد النبي صلى الله عليه وسلم مواطن النصيحة: فالنصيحة لله تكون بالإخلاص له تعالى في الأعمال كلها، والنصيحة لرسول الله صلى الله عليه وسلم تكون بتصديقه فيما أخبر به من الوحي، والنصيحة لأئمة المسلمين تكون بتلقي العلم عن العلماء وتوقيرهم واحترامهم، وتكون كذلك بإعانة الحاكم على إدارة الدولة وتحقيق المصلحة العامة وطاعته بالمعروف. أما نصيحة عامة المسلمين فتكون بحب الخير لهم وإرشادهم إلى الخير برفق ولين. نهاية الحلقة وإلى اللقاء.